مساء الخير على كل مشجعي ومشجعات مهارات عظيمة. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من حلقاتنا. النهاردة إن شاء الله هنشوف مهارات جديدة، هنعمل وصفات يعني الحقيقة كانت مطلوبة مننا، لأنه في ناس كتير بتفضل الوصفات اللي فيها فول صويا أو نسبة من الفول الصويا كبديل للبروتين طبعا الحيواني. النهاردة هنعمل بيها حواوشي لطيف جدا، وبنقول دايما وبأكد أنه الاعتدال في كل شيء أهم من أي حاجة، لأنه الإكثار من حاجات معينة حتى لو كانت مفيدة فهي ليها ضرر على المدى البعيد. فالنهاردة احنا هنعمل الحواوشي بطريقة لطيفة بسيطة، وهنعمل انا بحب وصفة جدا وبحيي بيها اخواتنا المسيحيين الحقيقة، لانه النهاردة برضو في العيد الخاص بالعذراء. انا بحب فطير الملاك جدا، وهو سمي بفطير الملاك يعني اكراما وتباركا بالعذراء، وليه قصه كده جميله ولطيفه هنقولها مع بعض، لكن هعمله النهارده لان انا بصراحه بحبه جدا. فالنهارده هنبدا باول وصفه معانا، خلينا نقول المقادير ونبدا نحكي مع بعض مع حضراتكم كده شويه شويه عن الفول الصويا، ايه فوائده، ايه اضراره، ليه احنا بنقول دايما هو مش حلو للذكور، يعني هنحكي كده مع بعض. طيب عندي ربع كيلو من الفول الصويا، طبعا لازم يكون منقوع. عندي فلفل رومي مفروم، بصلة مفرومة، طماطمتين مفرومين، فصين ثوم، فلفل حار حسب الرغبة، مكعب من مرق الخضار إذا حابين، في معلقة كبيرة من الصلصة ممكن نستغنى عنها خالص، توابل حواوشي، بابريكا، ثوم باودر، وملح وفلفل، وطبعا عيش بلدي. الوصفة بسيطة وسهلة، نقدر نضرب الكمية دي أو الخليط ده في الكبة، ونقدر نعمله بإيدينا عادي جدا. هندخلها الفرن بطريقة بسيطة. احنا قبل كده عملنا الحواوشي اللي هو اللحم بطريقتين، عملنا اللي في العجينة الإسكندراني، وعملنا اللي هو العادي بتاعنا، لكن إن شاء الله برضو نعمل حواوشي فراخ، ونعمل فيه أسماك، ونعمل طريقة حلوة قوي أقول لكم عليها في تتبيلة الحواوشي للحم، تاكلوها طعمها رائع. بتحتاج بس شوية تتساب كده تتبل حلو. بنتبل أول حاجة البصل مع التوابل، بعدين بنسيبها، بعدين بنحط اللحمة ونسيبهم شوية، بيتقال عليها إيه اللحمة تعرق مع البصل والتوابل دي، بتبقى جميلة. واحشوها بقى في أي حاجة أنتوا عايزينها، تاخد وقتها. أنا هجيب بولة كده وهبدأ إيه، بسم الله الرحمن الرحيم. هاخد اول حاجه البصل، زي ما قلت لحضراتكم البصل ده مهم ان احنا نتبله كويس قوي. هي دي نفس الفكره اللي هعمل بيها الحواوشي العادي، لو انا هعمل حواوشي مش بس بالفول الصويا. تعالوا كده بقى ايه، ناخد شويه ملح وشويه فلفل، وطبعا عندي بقى الثوم الباودر، يعني هنحط شويه من التوابل الحلوه دي، هقسم الكميه وتوابل الحواوشي، شويه بابريكا، شوية ثوم، تقدروا تستخدموا الثوم الباودر لو حضراتكم مش عايزين. طيب انا هاخد كده اول حاجة اقول ايه، مع شوية الفلفل الرومي دول، بسم الله، وهنقيه، هبدأ اعملهم كده بالظبط. شايفين حضراتكم البصلاية بالشكل ده كده، دي اول خطوة. الوصفه دي طبعا تنفع صيامي وتنفع لاي حد عايز بيحب الفول الصويا في بعض الوصفات، نسبه بسيطه وناكله من وقت للتاني على فترات، ان هو برده ليه فوائد زي ما ليه سلبيات، لان هو مليان بالبروتين النباتي جدا، وفيه كميه الياف صحيه حلوه، ومضادات للاكسده كويسه، وفيه فيتامين كي، وفي حمض الفوليك، ومناسب بكميات بسيطة طبعا للسيدات. كمان هو قوي للعظام وبيحميها من الهشاشة. بصوا أنا نقعاه، بس عايزة أصفي كده كده. خلوا بالكم على الرغم من فوائده، كل شيء في الدنيا ربنا خلقه ليه فوائد، وكترته بتبقى مش حلوة، فهو مش مفيد للذكور قوي، لأن مكوناته الرئيسية هي مركبات نباتية، ودي أصلا بتقوم بالدور الحيوي اللي بتقوم بهرمونات الأنوثة، عشان كده بيشكل شوية إيه خطر على خصوبة عند الرجال. فعشان كده إحنا بنقول دايما ما بن إيه ما بنفضلوش قوي للذكور. يعني بصوا كده، بسم الله،
هبدأ بقى أدخل المكونات دي في بعض وهزود، علشان خليني بس أشيل الكام حاجة اللي حواليا دول، ما بعرفش أشتغل في مكان في حواليا حاجات كده مش نضيفة. خلوا بالكم طول الوقت واحنا بننظف حوالينا الدنيا بتبقى جميلة جدا. هاخد بقى كده معلقة، هاخد بس من اللي هو لب الطماطم، مش المية بتاعت الطماطم، اللب بتاعها، معلقة كده صغيرة بس من الصلصة، ودي اختياري مش شرط. كمية بقى حلوة كده من الفلفل اللي بيحليها، وهو فلفل مش حامي، يعني اللي عايز يضيف حامي ممكن نحط معلقة هريسة، ممكن نضيف فلفل حامي حار عادي. هحط برضو من الفلفل الألوان الأصفر، وهضيف تاني رشة ملح وفلفل بعد ما أضفت الإيه الفول الصويا. ودي لأنه في ناس كتير أصدقاء لينا، مش بس أخواتنا المسيحيين في وقت الصيام، لأ كمان لينا ناس فيجيتيريان ما بتتعاملش مع اللحوم ولا الفراخ ولا الأسماك، فبيبقى كل اعتمادها على البروتين النباتي. فاحنا بنحاول يعني نقدم لحضراتكم كل الوصفات اللي مناسبة وبتطلب مننا، بنحاول نحققها من خلال مهارات عظيمة في قناة الأهلي. طيب هبدأ بقى إيه أقلب. طبعا تقدروا تخلطوا الخليط ده كله في الكب، هيبقى جميل جدا، لكن أنا بصراحة بحبه كده، لأن الفول الصويا بصراحة بيبقى اتنقع، طالما اتنقع كويس بصوا بيتعجن ازاي، بيبقى جميل يعني زي المعجون، ما فيهوش اي مشكله خالص. وهنقفل بيه بقى الايه العيش بتاعنا، وهنجهز الايه الرغيف بحيث يدخل الفرن حراره 180. اللي عايز يسوي على البوتاجاز ممكن، لكن احنا هندخل الفرن افضل يعني واسرع واسهل. اهو كده دي بقى المرحلة اللي بنسيف فيها، لو احنا عاملين باللحمة المفرومة مثلا وحاطين التوابل زي ما عملنا مع البصل في أول مرحلة مع حضراتكم، هنسيب بقى الخليط كده شوية في التتبيلة دي مثلا نص ساعة، وبعدين نبدأ ناخده ونتعامل بيه في حشو العيش، عشان يتقال عليه إنه الخليط ده يبدأ يتشرب كويس أو يعرق اللحم، ياخد من البصل وتبقى لينة فيها شوية طراوة كده. طيب احنا معانا استاذه سهير، اهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله يا فندم، اهلا بيكي حبيبتي. تسلم ايدك مقدمه. تسلمي، ربنا يبارك فيكي. تسلمي. كنت عايزه اسال بس على فول الصويا حضرتك بتعمليه. ايوه. انا لما اعمله هو ممكن الاولاد الصغيرين عادي ياكلوه؟ الاولاد الصغيرين احنا لسه بنقول مش مفضل قوي للصبيان. لا، وبعدين كنت سامعه برضو بيقول لك في حاجات كده زياده شويه. انا لسه قايله والله يا فندم الجمله دي حالا. انا لسه فاتحه من شويه، فما يعني ما شفتش من الاول. احنا بنقول هو مش مفضل للذكور، عشان هو بروتين نباتي في كمية، يعني ياخدوه بكميات بسيطه قوي مش بكثره، غير البنات يعني. هو انا بحط يعني شويه منه على اللحمه المفرومه عادي. والله اللحمه المفرومه ما محتاجه تحطي عليها فول صويا، لان هو لوحده بديل ليها، فليه بنخلطه؟ ما مش محتاجين نخلطه. بس انا ما يفضلش ان الاطفال الصغيرين يعني. لا للولاد لا، انا بصراحه ما بعملوش لابني، لكن انا هقول لحضرتك لو بنسبه بسيطه جوه وصفه زي البرجر مثلا، ما في ناس بتحب تخلط على اللحمه المفرومه تعمل بيه البرجر في البيت شويه من فول الصويا على اساس انه يدي طعم، لكن طول ما احنا مش محتاجينه نستخدمه لوحده بس هيبقى كويس وبسيط، يعني هنستخدمه على مراحل بعيده وهيبقى مفيد في الحاله دي، لكن ما نكسرش منه بصراحه، ما انصحش حضرتك. حبيبتي تسلمي لي وربنا يبارك فيهم يا فندم ويخليكي ليهم يا رب. اشكرك. تسلمي لي، نورتيني وشرفتيني يا فندم. يعني احنا بنقول ايه يا فندم؟ احنا بنقول انه بنعتبره بديل للحم، فاحنا لو هنعتبره بديل نضيفه على اللحم، ما هو لوحده بروتين كافي من غير، ويعوضني عن القيمه الغذائيه للحم اللي احنا مش هنستخدمه. لكن لو انا هستخدم لحم يبقى كفايه اللحم، يبقى انا عندي لحم هذا يكفي. بصوا كده، لان هو خلي بال حضرتك البنات بيقولوا في الكنترول، البنات بيقولوا ايه؟ بيقولوا عشان هو بيعلي يعني هرمونات الانوثه، فاحنا ناكله لوحدنا احسن. طيب بصوا كده، طبعا كل شيء معتدل جميل وياخد الفايده منه، لكن في وصفه كده كل فتره هيبقى ليه فوايده، لكن ما يكسرش منه الحقيقه، بالذات الصبيان.
حتى احنا الصبيان لو تلاحظوا اول ما بيتولدوا بتعمل لهم اللي هو الاختبار بتاع انيميا الفول كمان. اول ما بنيجي مش سهل كده نديهم الفول زي البنات مثلا، حتى الفول العادي بتاعنا مش الفول الصويا، الفول التدميس. يعني سبحان الله ممكن في اولاد منهم يعني يبقوا عندهم حساسيه منه يتحسسوا، ده بيبان. فيعني ايه احنا بنراعي الجزئيه دي قوي وبنحترم الموضوع ده علشان برضو لا قدر الله ما يتعرضوش لحاجات نبقى احنا السبب فيها. بصوا كده طبعا التتبيله لما هتقعد نص ساعه تخكدوا بقى بعد ما البصله، شوفوا احنا عملنا البصله ازاي، تبلناها ودعكناها كويس جدا 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 بالتوابل كلها، وحطيت عليها الفلفل وكل الحاجات الحلوه اللي حضراتكم شفتوها. محتاجه بقى ان انا اعمل ايه، ان انا اسيب البصلايه دي الاول ربع ساعه، وبعد البصلايه دي اروح جايبه اللحمه او الحاجه اللي انا هستخدمها سواء فراخ او لحمه او حضراتكم زي ما انتم عايزين نوع الحواوشي، وبعدين نبدا نعمل ايه، نضيف جواه عليه على البصل ده اللحم ونقلبهم ونخلطهم مع بعض، ونضيف جزء التوابل. يعني بقسم التوابل نصها على البصل والنص التاني بضيفه بعد ما بضيف الايه اللحم. بصوا كده بسم الله هنعمل كده، بصوا اهو. هجيب بقى انا اسمحوا لي كده ايه صاج، انا هكمل اخر رغيف بس عشان لسه في كميه تعمل رغيف. طبعا العيش يفضل لو هو ايه 3 ارباع سوا، الفرن بيبقى فيه افران بتبقى عارفه في العيش البلدي ان يعني احنا مش عايزينه ايه مستوي 100%، ما يبقاش وشه متحمر قوي عشان لما نيجي ندخله الفرن ما ينشفش مننا قوي يعني. فهناخد كده الكميه المتبقيه كلها بسم الله، وادي حواوشي نباتي لاصدقائنا النباتيين او اخواتنا المسيحيين اللي بيحبوا وقت الصيام ياخدوا حاجات نباتيه لكن يبقى فيها برضو نسبه بروتين حلوه. هنشيل كده وهاخد الصاج ده بسم الله، انا هدهن هنا نقطه بس من الزيت بسم الله الرحمن الرحيم بالفرشه. وهحط ورقه الزبده، ورق الزبده ده بيخليه حتى لو في رده، الرده دي لما بتحتك بالحراره بسمن او زيت مباشر تلاقوها اتحمصت قوي نشفت وتاخد لون كده غامق، احنا مش عايزين كده. ورقه الزبده دي بتحمي حتى لما بنحطها في الكيك، مش بس عشان ما يلزقش، ده كمان بيخليه ما يوصلش لانه يبقى الحراره بتاعته من تحت يتلسع زياده فيتحمر، في نسبه سكر، في نسبه بيض، وفي نسبه حتى لو حاطين فاكهه تلاقوا السكريات دي كلها بتتحرق مع الفرن والحراره، فبيحافظ على اللون انه يطلع اللون فاتح ما تتحرقش زياده، ورق الزبده بيبقى عازل بينه وبينها. طيب هنحط كده الارغفه وانا همسح مسحه، انا هنا حاطه مسحه زيت فانا مش هحط تحت، هنعمل كده وهاخد صاج تاني، ممكن نحط هنا كده رغيفين او ثلاثه اهو كده، وناخد صاج كمان بسم الله، هنعمل عليه نفس الطريقه وهندخلهم الفرن مع بعض حراره 180، هنسيبه ونتابعه لمده 15 ل 20 دقيقه على حسب درجه حراره الفرن بسم الله الرحمن الرحيم اهي كده. فورق الخبز كمان ممتاز، وساعات احيانا بندهن فوقه، يعني انا حطيت تحت طبقه زيت بحط كمان فوقه ليه، لان احيانا ورق انواع ورق الخبز ما بتبقاش كلها زي بعضها، في نوع ما تحتاجيش تدهنيه، في نوع بنضطر ندهنه لانه بيبقى ممكن خامته مش كويسه قوي فيحصل ايه يلزق في الكيك او في قاع الايه الحاجه اللي احنا بنسويها في الفرن اهو كده. خلاص هدي بس مسحه كده من الزيت على الوش هنا على الصاجين عشان الوش يعني يبقى بسيط، حاجة بسيطة مش كتير.
بسم الله كده على خفيف. وهندخله بقى الفرن 180، سيبه 20 دقيقة أو 15 دقيقة على حسب حضراتكم عايزين الرغيف. في ناس بتحب تقرمشه وفي ناس بتحبه شوية وسط بين البنين، مفيش مشكلة. أهو هندخله بقى بسم الله الرحمن الرحيم الفرن. هنا تمام أوكي. وهنا هنزل بس انا الصاج اللي هو او الرف ده لتحت شويه. ونرفع ده هنا بسم الله كده تمام جدا. وهنسيبه بقى مع بعض لحد ما ياخد اللون والشكل اللي احنا عايزينه، ونبدأ نرجع ان شاء الله بعد الاستراحة.